أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار العراق اليوم، والبداية مع العناوين. مجلس النواب يستهل أعماله بمناقشة قانون الموازنة الاتحادية، وملف إكمال تشكيلة الحكومة يغيب عن جدول أعماله. وبغياب رئيسي كتلتي الاتحاد الوطني والجيل الجديد، برلمان كردستان يعقد أولى جلساته وانخلافات تعطل انتخاب رئيس الله. والمحافظات المتضررة من الأمطار الغزيرة تطلب دعم حكومة المركز، والسيول القادمة من إيران تحاصر عدة قرى شرقي إديالة. إلى تفاصيل هذه النشرة. بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنات لعام 2019، وبحضور وممثل الحكومة في المجلس طرهان المفتي، الذي قال بأنها سترسل ملاحظاتها على مشروع القانون. إلى ذلك أكد المجلس صحة عضوية كل من برهان الدين إسحاق وزيتون حسين مراد وجيال كريم سليمان وبشير يونس، فيما دعا المتضررين للجوء إلى المحكمة الاتحادية. من جانبهم أدى كل من زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع ووزير النقل السابق كاظم فنجان ومحافظ بابل السابق صادق مدلول أدوا اليمين الدستورية كأعضاء في المجلس. وبحسب جدول الأعمال فإن الجلسة تتضمن تشكيل اللجان النيابية الدائمة ومناقشة أزمة نفوق الأسماك. أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاق ممثلي الكتل السياسية على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 إلى الحكومة لتعديله انسجاما مع المنهاج الحكومي الجديد الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا. وذكر النائب شيروان دوبرداني أن الموازنة المقترحة أعدت وفق رؤية الحكومة السابقة، لذلك سيتم إعادتها وتقييم استراتيجيتها وفق المنهاج الحكومي الجديد، مبينا أن 10 أيام هي مدة كافية من أجل أن تقدم الحكومة الجديدة رؤيتها في الموازنة الجديدة. هذا وقالت النائبة عن الديمقراطية الكردستاني ميادة النجار إن الأكراد لن يتنازلوا عن نسبة 17% في الموازنة الاتحادية، مبينة أن هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري. أضافت النجار أن حصة الإقليم هي قضية أساسية، وهي تعني بمعيشة شعب الإقليم من الرواتب ونفقات الخدمات والأمن والطاقة وبقية القطاعات الحياتية المهمة، مؤكدة أن الأكراد لن يصوتوا أو يجلسوا تحت قبة البرلمان لتمرير قانون الموازنة المقترحة. كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حصول تغييرات على بعض الحقائب الوزارية التي صوت مجلس النواب على منح الثقة لمرشحها، بالإضافة إلى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا. وبحسب جعفر فإن وزارة العدل أصبحت للاتحاد الوطني الكردستاني وحقيبة المهجرين ستكون لمرشح مسيحي، فيما قسمت وزارة الثقافة إلى وزارتي ثقافة وسياحة وأثار على أن تكون الأخيرة لمرشح من كتلة العصائب. جعفر أضاف أن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية ما زال مرفوضا بشكل قاطع من قبل تحالف سائرون، وأن هناك تكتلا بعدم تمرير ترشيح فيصل الجربة لوزارة الدفاع، فيما استبعد مرشح كتلة خميس الخنجر لحقيبة التربية على أن تسند لمرشح من تحالف أسامة النجيفي بخصوص حقيبة التعليم العالي. وأضاف جعفر أن الاتفاق تم على تمرير مرشح كتلة دولة القانون قصي السهيل. بدوره دعا نائب عن تحالف سائرون علاء الرباعي هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة إلى إيضاح موقفهما بشكل واضح وصريح من سلامة موقف الوزراء الجدد. وحذر الرباعي في بيان إن مما وصفه بتسويف الموضوع من قبل تلك الجهاد سواء برغبتها أو نتيجة ضغط أطراف سياسية. وقال الرباعي إن مجلس النواب سيفتح هذا الملف، وإذا ما تبين أن هنالك تقصيرا متعمدا سيحاسب الجهات المقصرة وسيطالب بإقالة المقصرين. عقد برلمان إقليم كردستان الجديد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريفينك هروري باعتباره أكبر الأعضاء سنا. غاب عن جلسة اليوم كل من رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني قباد طالباني ورئيس كتلة حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد. وبحسب المعلومات المسربة إلى وسائل الإعلام فإن الجلسة ستقتصر على أداء الأعضاء اليمين الدستورية ولا تنتخب هيئة الرئاسة الجديدة بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية.
من جانبه قال رئيس السنة لموقع رودوا الكردي أن الجلسة ستبقى مفتوحة إلى أن تتفق الأطراف السياسية على المرشحين للمناصب. والمزيد ينضم إلينا مباشرة من أربيل مراسلنا يوسف المندلاوي. يوسف مرحبا بك. يوسف أطلعنا على ما تمخض من جلسات مجلس النواب في إقليم كردستان اليوم. نعم مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا قبل 4 ساعات من الآن عقد برلمان إقليم كردستان الجلسة الأولى في الدورة البرلمانية الخامسة الجديدة. طبعا هذه الجلسة حصلت بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى في كردستان. الجلسة مراسيمها اقتصرت على أداء اليمين الدستورية للنواب الذين كانوا حوالي 108 باستثناء 3 أعضاء كانوا غائبين، من ضمنهم أو أبرزهم رئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وأيضا زعيم الكتلة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قباطة لفاني. طبعا رئيس السن ريفينغ محمد أكد أن بعض الكتل السياسية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل الأخرى طالبت بأن تقتصر المراسيم على إجراء اليمين القانونية للأعضاء وترك قضية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لجلسات مقبلة. هذا يعني أن الجلسة بقيت مفتوحة. هذا الموضوع أثار بعض الكتل السياسية، عملوا مؤتمرات صحفية داخل البرلمان. الجيل الجديد أكد أن هذا الموضوع غير مقبول، أن تبقى يعني الجلسة مفتوحة إلى حين إلى يعني أجل غير مسمى. أما الاتحاد الإسلامي أيضا عقدوا مؤتمر صحفي نددوا بذلك وقالوا أن الدورة الماضية استمرت الجلسة الأولى مستمرة مفتوحة لمدة 6 أشهر وهذا السيناريو يجب أن لا يتكرر. طيب يوسف يعني كنت سأسألك عن المدة القانونية للجلسة لاختيار يعني رئيس لمجلس النواب، وأيضا غياب قباط طلباني، هل هو مربوط بعدم الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني؟ يعني الجلسة تبقى مفتوحة ربما ل6 أشهر، لا يعني بالضبط لا أعلم يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون الجلسة مفتوحة. هذا يعني سألنا بعض النواب عن ذلك، ربما أيضا هم لم يكونوا يعني لم تكن الإجابة حاضرة لديهم. بالنسبة لقباط طالباني يعني لم تكن هناك أجوبة مقنعة من قبل النواب حول يعني أسباب عدم وجوده هذا اليوم في مراسيم عقد الجلسة الأولى. طيب بالحديث يعني أين وصلت وصلت الاتفاقات بين الوطني الكردستاني الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني؟ كانت هناك معلومات أن الاتحاد الوطني طالب برئاسة برلمان إقليم كردستان، يعني رئاسة البرلمان يجب أن تعد استحقاقا للاتحاد الوطني كما يطالب. ما هي المعلومات أو التفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم يعني مصادر وتسريبات تشير إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب وبإصرار بأن يكون رئيس البرلمان أو منصب رئيس البرلمان هو من حصته، لكن يعني خلال الفترة الماضية الديمقراطي الكردستاني أيضا مصر على أن يكون المنصب من صالحه باعتبار أنه حصل على أغلبية مقاعد البرلمان الكردستاني. يعني في الدورة الماضية كان 38 مقعد، اليوم 45 مقعد. أيضا الديمقراطي الكردستاني كان مصر مثل الاتحاد الوطني على أن يأخذ منصب رئاسة الجمهورية الذي أصبح من حصة الاتحاد الوطني. يعني هناك خلافات داخلية ما بين الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين من أجل الحصول على هذا المنصب. ربما هذا هو من أخر أو أبقى الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى تفاهمات مستقبلية حول الموضوع. بطبيعة الحال سنتابع هذا الموضوع في نشراتنا اللاحقة. شكرا لك يوسف المندلاوي مراسلنا من أربيل. وبالعودة إلى جلسة مجلس النواب ينضم إلينا مباشرة من مبنى المجلس مراسلنا زياد نهاد. زياد مرحبا بك. ما الذي رشح عن جلسة مجلس النواب اليوم في بغداد؟ شوف اتصل لي عليهم ما دي يقولون ماكو ترى صوت. هاي ترى ما عندي اتصال اليوم، عندي اتصال بحسين. بحسين مهندس قول له ما زياد. يبدو ان هناك مشكله تقنيه في الصوت.
ربما سنعود إلى زياد في وقت لاحق. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله الحاكم العام في أستراليا بيتر كوسوجروف الشركات الأسترالية للمساهمة في إعادة أعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية في العراق. وثمن صالح مساندة أستراليا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش من خلال المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش وتطوير مهارات الجيش العراقي القتالية. بدوره أكد كوسوجروف الذي يزور العراق لتفقد قوة بلاده تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع الميادين. اعتبر المسؤول الأسترالي انتصار العراق على داعش مهمة لتحقيق أمن المنطقة والعالم ضد مخاطر الإرهاب. كشفت صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الثلاثاء تفاصيل ضربة جوية عراقية أبدت رتلا لداعش تتكون من 2000 عجلة في الأنبار. الصحيفة نشرت اعترافات آمر كتيبة التوحيد في ولاية الفلوجة كامل العيساوي بيّن فيها تفاصيل ضربة جوية نفذها طيران الجيش على رتل لداعش كان متوجها إلى القائم بعد محاصرة في الفلوجة. وتابع العيساوي الذي ألقت القوات الأمنية القبض عليه في الأنبار أن أكثر من 2000 عجلة محملة بالأسلحة والأعتدة والطعام كانت متوجهة إلى القائم بقيادة والي ولاية الفلوجة تعرضت للقصف في منطقة الرزازة ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 800 مقاتل. وكشف العيساوي تلقي أوامر مطلع عام 2018 للعودة من سوريا إلى العراق وتنفيذ عمليات ضد أهداف تم تحديدها مسبقا. تلقت السفارة الأمريكية لدى بغداد تقريرا مفاده أن قادة أحد الميليشيات يخططون للقيام بعملية اختطاف لمواطنين أمريكيين سيشاركون في معرض بغداد الدولي 45 والمقرر أن يبدأ عمله في 10 من تشرين الأول الجاري ولغاية 19 منه. وقالت السفارة الأمريكية في تحذير نشرته اليوم الثلاثاء إن الخطة تتضمن طرق إخفاء المختطفين ومحاولة نسبتها إلى جهات أخرى لا تتفق مع هذه الميليشيات سياسيا. وأشارت السفارة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها لم تشر إلى موعد ومكان اختطاف المواطنين الأمريكيين أو الطريقة التي ستتم بها عملية الاختطاف. و دعت السفارة الأمريكية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى العراق أو زيارة معرض بغداد خلال هذه الفترة وأن يتخذوا الحيطة والحذر خلال تحركهم داخل العراق. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل معكم هذه النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. حاصرت السيول المائية الجاري في القادمة من إيران قرى الندى شرقي بعقوبة وانقطعت الطرق المؤدية إليها مع انهيار عدد من الأعمدة الكهربائية. مسؤول محلي في ديالى أكد أن الحدود العراقية الإيرانية شرق المحافظة شهدت هطول أمطار هي الأعلى في معدلاتها منذ 10 سنوات. المصدر أشار إلى أن خزانات سد مندلي التي تستوعب 3 ملايين متر مكعب امتلأت بالكامل خلال الساعات الماضية بسبب السيول القادمة من الحدود العراقية الإيرانية. وتشهد عدة محافظات منذ يومين تساقط أمطار غزيرة تسببت بقطع الشوارع وتعطيل الدوام الرسمي فيها. وفي ديالى أيضا تمكنت مرباحية تابعة لطيران الجيش من إنقاذ عائلة حصرتها السيول المائية شرقي بعقوبة. مصدر في المحافظة قال أن العائلة تتكون من 8 أفراد حصرتها السيول المائية المتدفقة من المرتفعات الإيرانية في أحدى قرى حوض الندى
شرقي باقوبة. المزيد ينضم إلينا عبر سكايب من ديالا مراسلنا هادي العنبكي. هادي مرحبا بك. هادي، إلى حد اللحظة كم بلغ حجم السيول؟ هل الأمور باتت تحت السيطرة حسب المعلومات؟ مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة الحرة. طبعا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي لم تشهد المناطق الحدودية بناحيتي مندلي وقزانيا المحاذية لإيران، لم تشهد هذه المناطق سيول مثل ما شهدته فجر هذا اليوم. 10 قرى محاصرة حتى هذه اللحظة. القرى هي إبراهيم محمد وبرغش وملح وعلوش وعبد الله موجي وخنجر وكريم. القرى محاصرة بالسيول الواردة من إيران. أيضا عائلة مكونة من 7 أفراد محاصرون منذ فجر اليوم تقريبا الساعة 6 صباحا وحتى 1 ظهرا في منطقة وبالتحديد في قرية منهل الواقعة بين قضاء بلدروس وناحية مندلي. المثير للاستغراب بل المثير للوجع والأسى أنه عدم وصول الإغاثة الجوية لأكثر من 5 ساعات. هؤلاء الأشخاص محاصرون في منطقة نائية محاذية لإيران وكاد الوضع أن يشكل كارثة إنسانية في هذه المناطق. لولا اتصالات القيادات الأمنية شرطة ديالى وقائد العمليات لحصلت كارثة إنسانية. وأيضا المثير للاستغراب هذه الكارثة وهذه الكارثة الإنسانية تحدث كل عام في هذه المناطق الحدودية بسبب الوديان. مدير ناحية قزانية طالب بحلول وقتية وهي إنشاء السدود، عفوا إنشاء السواسر الترابية لإحاطة هذه القرى. أما الحلول الدائمية فتكمن بإنشاء السدود، والسدود لا يمكن لها أن تنشأ. طيب هذه هل من خطط وإجراءات وحلول سريعة اتخذتها المحافظة لاحتواء هذه الأزمة؟ ماذا عن وزارة الموارد المائية؟ حتى هذه اللحظة مع الأسف الشديد يعني حتى من هذه المناطق قبل أقل من ساعة لا توجد أي حلول وقتية باستثناء السواتر الترابية، وحتى هذه اللحظة لم تنشأ أي سواتر ترابية في هذه المناطق. 10 قرى تضم 10 عوائل محاذية لإيران ما زالت محاصرة حتى هذه اللحظة. يطالبون رئيس الوزراء للتدخل وإرسال فرق من الشرطة النهرية أو طيران الجيش. طيران الجيش مع الأسف الشديد عملية الإنقاذ ما زالت بدائية للغاية، لا يملكون إلا حبال صغيرة وهذه أعتقد لا تستطيع إنقاذ هذه العوائل. نعم مراسلنا هادي العنبكي كنت معنا من ديالى، شكرا جزيلا لك. وقبل أن نكمل ملف الأمطار نعود إلى جلسة مجلس النواب. ينضم إلينا مباشرة من بغداد مراسلنا زياد نهاد. زياد مرحبا بك. كنت سألتك ما الذي رشح عن جلسة اليوم؟ مرحبا معا. يعني الجلسة اليوم ابتدأت قرابة 1:30 مساء اليوم بواقع أكثر من 252 نائبا. ما جرى هو عملية أداء اليمين الدستورية لوزراء وقيادات سابقة سياسية يعني قد رشحت وزعماء، يعني مثلا كان محمد الشيعي السوداني إضافة إلى إياد علاوي ويعني صادق مدلول محافظ بابل وإضافة إلى بعض النواب الآخرين أدوا اليمين الدستوري. لكن ما أثير في هذه الجلسة وأثار امتعاض الكثيرين هي الموازنة الاتحادية لعام 2019 لما لها من مثالب كما وصفها النواب. هنالك هذه الموازنة التي تجاوزت 105 تريليون دينار عراقي ونصف، اعتمدت على النفط واعتمدت على واردات غير نفطية أيضا، لكن العجز ارتفع من 22 تريليون دينار عراقي إلى 26 تريليون بعد تعديلها من قبل عادل عبد المهدي في حكومته. لكن الموازنة الاتحادية بالمجمل هي عدت من قبل حيدر العبادي رئيس الوزراء التي انتهت ولايته، ولهذا لم تكن ضمن المنهاج الحكومي الذي قد أعطاه عادل عبد المهدي. وكان النواب الكرد قد أثيرت حفيظتهم بعدما
جاءت هذه الموازنة ب 12.6 بالعشرة هو موازنة الإقليم بالمئة، لكن أنهم يرون بأن هذه الموازنة للإقليم غير جيدة ويرون بأنها سترجعها ثم إلى 17%. إذن هنالك اتفاق نيابي أيضا من النواب للمدن المحررة والمنكوبة لأنها لم تعطي لتلك المدن أحقيتها من إعادة الإعمار بعدما قد أعيدت أعطيت نسبة 1%. فإذا أيضا نواب البصرة قد طلبوا بأشياء كثيرة ووعود الحكومة لم تنفذ. نعم زياد، قبل أن نذهب إلى موضوع نواب البصرة، موضوع نفوق الأسماء كان حاضرا في جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم كما وصلنا، هل تمخض أي شيء من خلال هذه الجلسة عن حلول سريعة إلى يعني إلى مربي الأسماك والخسائر التي حصلت خلال الأيام الماضية؟ يعني لم تكن هنالك أي حلول لما جرى من نفوق الأسماك ولملايين الأسماك إلا دعوات النواب من قبل المحافظات المتضررة الحكومة بإعادة وإعطاء أموال لهؤلاء المربين الذين خسروا أموال قائلة تقدر بمليارات الدنانير العراقية. إضافة لم يوجد هنالك حلول لتجاوز هذه المحنة، تجاوز الثروة السمكية التي شهدتها البلاد وأنها مهددة وعلى حافة الهاوية. لهذا نواب من هذه المحافظات المنكوبة من الثروة السمكية طلبوا بتعويض أصحاب المشاريع الكبيرة من قبل الحكومة، لكن على ما يبدو يعني مع الحكومة لحد هذه اللحظة يعني مرتبكة لأنها لم تكتمل بصيغتها الوزارية بسبب الخلافات الكبيرة، فعملية الاستجابة قد تكون طيب ضعيفة زياد. سيما بأنه الموازنة الاتحادية لعام 2019 هي عليها خلافات وفي صدد إرجاعها للحكومة من أجل تعديلها، إضافة إلى جملة من الضغوط السياسية حول الكابينة الوزارية. زياد أنت تحدثت يعني عن نواب البصرة، بأنه هل بمقدرة عادل عبد المهدي إعطاء أموال طوارئ لإغاثة هذه الـ 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 يعني الـ الـ يعني هذه المحافظات؟ يبقى هذا السؤال مطروحا لممثل الحكومة في البرلمان ومدى نقل طيب واستجابة زياد هذه المطالب. دعنا نذهب إلى موضوع نواب البصرة، أنت تحدثت عن اعتراض نواب البصرة، هناك معلومات عن تحذيرات أطلقها بعض النواب نواب البصرة إلى البرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين في البصرة، ما هي التفاصيل؟ نعم، يعني نواب البصرة اليوم هددوا وخلال مؤتمر صحفي قالوا بأننا نحذر حكومة عادل عبد المهدي ونحذر جميع الكتل السياسية من غليان الشارع البصري وانفلاته في الأيام المقبلة إذا لم تستجب الحكومة العراقية للشارع البصري ومطالبه الكثيرة وما يعيش من يعني من أجواء وخدمات غير جيدة ومتدنية، وطالبوا أن تكون لهم وزارة في هذه الحكومة في حكومة عادل عبد المهدي، وهذه الوزارة كي تمثل أهالي البصرة يعني وتقلل من حدة ما يعانوه من الكثير من المعاناة ويعتبر كان هوية تمثلهم في هذه الحكومة، لأنها هذه البصرة وبحسب قولهم بأنها تعد العاصمة الاقتصادية للعراق وإنها منكوبة ولا يعني يجري تمثيل لأهل البصرة. إضافة إلى أنهم كان حديثهم وهم مقاطعون للجلسات قالوا بأننا سوف نعطي يعني مدة زمنية أخرى ومهلة لعادل عبد المهدي للنظر بأهلية وواقعية البصرة، وإضافة إلى تجاوز الكثير من العقبات الممكنة التي تعيق الخدمات التي يعني لا تنفذ هناك، ولذا هنالك استئناف ربما لنواب البصرة وعودتهم إلى جلسات مجلس النواب. دعني أشرح هنا نقطة معا بأنه كتلة سائرون إضافة إلى نواب آخرين كانوا هنالك مؤتمر قالوا فيه بأننا سوف لن نرضى بكابينة وزارية قادمة من المرشحين أو السابقة إذا لم يكن هنالك ذهاب بكتب رسمية إلى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والتعليم العالي ووزارة الداخلية لمعرفة
يعني تواريخ ويعني وعناوين هؤلاء هذه الشخصيات المرشحة، إضافة إلى الشخصيات التي دخلت الكابينة الوزارية. وضحت الصورة بطبيعة الحال، سنتابع هذا الموضوع ومواضيع أخرى. شكرا لك زياد نهاد من مقر مجلس النواب العراقي في بغداد. في الناصرية، أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن تصريف نحو 4 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار واستنفار الجهود لمعالجة أثارها. الناصري قال أن كمية الأمطار التي هطلت في الناصرية وصلت إلى 50 ملم، في حين ما تزال شبكات المجاري تعاني من القدم وصممت لاستيعاب وتصريف كميات قليلة من الأمطار، مضيفا أن معظم محطات الضخ تعطلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وتابع الناصري أن الأزمة المالية منذ العام 2014 عطلت مشاريع المجاري في ذي قار، ورغم ذلك تم تصريف الأمطار الكبيرة ضمن الإمكانات المتاحة حسب تعبيره. أظهرت صور في شوارع البصرة وأحيائها السكنية تراكم مياه الأمطار نتيجة عدم وجود البنى التحتية القادرة على استيعابها. أشكى مواطنون من غرق الشوارع وبيوتهم بعد الأمطار القوية التي شهدتها المحافظة. المواطنون أشاروا إلى أن التدهور الكبير في قطاع الخدمات عموما وما يتعلق بأعمال التنظيف والصرف الصحي بشكل خاص تجاوز كل الحدود، وطلبوا بمحاسبة المسؤولين الذين لم يؤمنوا مشروعات البنى التحتية نتيجة هدر المال العام والفساد. احنا تأذينا كمواطنين، هم ما يحسون اكيد مسؤولين وحماياتهم وجكساراتهم، فذلك هو ما يمشي بهاي الماي، ما عنده اطفال يروحون يمشون يطيحون بهالبرد ويتمرضون، هم ناس عندهم مليارات، ما يحس بالجرح الا راعيه، فلذلك هم ناس احزاب مافيات يخدمون احزابهم وليس يخدمون شعبهم. يعني خاصة منطقة المعقل كل شيء ماكو، يعني هاي المقاوله يستلم المقاوله وجاي يشوف رصيف ماكو، تبيض ماكو، المطر نفس الشيء، مال الامطار ماكو اساسا. يعني هسه بس نطلع ربع ساعه الماء يصعد على البيوت، عندنا بيوت يعني داخل منطقه الابله غرقانه. انا اشتغل مطبخ بسرتني، يعني حتى من نوصل وصل الطلب متفلش من وراء الطسات وتكرم هاي الخيسه واللعبان نفس، شوارع كلش تعبانه. يعني يقولون ننظف ونسوي مجاري ويسوون كل شيء، بس كل شيء ماكو. والله يرادنا مشاحيف، نطلب من الحكومه الموقره توفير مشاحيف، ان اذا ما تقدرون تسوون المجاري وفروا لنا مشاحيف. مو كلش هاي عش يقول. وللمزيد من التحليل والمتابعه ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد الخبير في شؤون الموارد المائيه عون ذياب. سيدي ذياب، مرحبا بك في العراق اليوم. كيف تقرا المشهد اليوم من الجفاف إلى سيول الجارفة؟ بعض المراقبين وصفوا هذه السيول بالنعمة وبعضهم الآخر وصفها بالنقبة، كيف تقرأ المشهد؟ سيد ذياب تسمعني؟ سيد ذياب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، إذا ربما سنعود إلى سيد ذياب خلال هذه النشرة. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الأخبار العربية والعالمية. فتحت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها للناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجريد النصفي للكونغرس. ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 435 عضوا. كما يجري انتخاب حكام 36 ولاية من أصل 50 ولاية. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتمنى أن يتحدث بلهجة أقل حدة في أول عامين له من السلطة. وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أنه ليس راضيا عن النقد اللاذع في الخطاب السياسي الأمريكي، لكنه أرجع ذلك إلى موسم الانتخابات. كما سلط ترامب الضوء على المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى ضرورة أن يأتي الناس إلى الولايات المتحدة بطرق مشروعة.
أعلنت شركة فيسبوك اليوم أنها حجبت 115 حسابا حذرت الشرطة من إمكانية ارتباطها بكيانات أجنبية تحاول التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية. وجاء الإعلان استجابة لدعوة وكالات أمنية واستخباراتية أمريكية وجهتها إلى المواطنين للحذر مما وصفته بالمحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة قبيل الانتخابات والتي تجرى اليوم. يحسب لانتخابات التجريد النصفي هذا العام مدى الاهتمام الاستثنائي الذي تثيره سواء حول العالم أو بين الناخبين الأمريكيين الذين أقبلوا على مرحلتها التمهيدية بشكل غير مسبوق. وكان رئيس دونالد ترامب قد أشار إلى أن هذه الانتخابات ستشكل استفتاء على أدائه الرئاسي، وهو ما جعل الديمقراطيين يتلقفون هذه الرسالة في مسعى لتعزيز حظوظهم بانتزاع السيطرة على الكونغرس. قال وزير الخارجية التركي مافلوت شوغلو أن اكتشاف ما حدث لجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مسؤولية تقع على عاتق السعودية. أضاف شوغلو للصحفيين في اليابان أن تركيا لديها معلومات أخرى ستعلنها حين تتيقن من استكمال التحقيقات. أكد الرئيس أردوغان في مقال له أن الأمر بقتل خاشقجي لم يأتي من الملك سلمان، لكن من الواضح أن 15 شخصا لم يأتوا إلى إسطنبول لقتل خاشقجي من تلقاء أنفسهم، بل تلقوا أوامر من شخص ما. نحن عازمون على المضي حتى النهاية، وعلينا أن نعرف كيف حدث الأمر. أعتقد أن من مسؤولية السعودية أن تخبرنا عن مكان الجثة. لدينا أدلة قدمنا بعضها للعامة وتشاركناها مع الجانب السعودي، ولدينا أدلة أخرى لم نعلنها، لكننا أعطينا الدول التي أرادت رؤيتها أو الاستماع إليها هذه الفرصة. وفيما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قال وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو أن محاولات عزل إيران أمر خطير. وفي تصريح له اليوم من اليابان، أضاف شاوشوغلو أن بلاده أبلغت واشنطن أن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة، وأنه من غير العدل معاقبة الشعب الإيراني. أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة تقف ضد فرض العقوبات لأنه لا يمكن من خلالها التوصل إلى أي نتيجة، وأن الحوار قد يكون مجديا بشكل أكبر. أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه لاستمرار نزاع بلاده مع عدد من الدول العربية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأزمات ستمر. وفي كلمة له اليوم أمام مجلس الشورى، تعهد آل ثاني بأن تواصل بلاده تطوير قطاعات النفط والغاز للمحافظة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتابع تميم بن حمد أن العملة القطرية حافظت على قيمتها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه جرى تنويع موارد الاقتصاد للتغلب على أثر العقوبات المفروضة على بلاده. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم طبعا. من جديد حياكم الله مشاهدينا. ما زال مسؤولون عراقيون وباحثون يحققون في نفوق أطنان من الأسماك في عدة محافظات، خاصة في قضاء الهندية بمحافظة بابل بشكل غامض. صيادون وبعض مربي الأسماك يقولون أن السبب هو تلوث المياه، بينما يقول مسؤولون في وزارة الزراعة أن السبب هو مرض تعفن الخياشيم، وهو مرض بكتيري ينجم عن انخفاض مستوى الأكسجين في الماء بالإضافة إلى كثافة التربية الموجودة في هذه الأقفاص، مشيرين إلى أن هذه كانت أحد الأسباب بالإضافة إلى ركود المياه الموجودة. وقدر صيادون السمك بخسائرهم المالية بملايين الدنانير، مطالبين الحكومة بتعويضهم. المسافات بين الأقفاص العائمة، وبالإضافة لكثافة التربية اللي موجودة في هذه الأقفاص، هذه كانت أحد الأسباب، بالإضافة إلى ركود المياه اللي موجودة نتيجة انخفاض مناسيب المياه الواردة إلينا من في نهر الفرات من تركيا، وبالتالي أصبح نهر الفرات في تلك المناطق على شكل بحيرة ومياه راكدة بها، فسببت هذه نقص في الأكسجين وبالتالي نفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك. الأسماك تقدر
بالملايا يعني اطنان طلعناها، يعني تعجز بعد حتى ما تقدر تطلع. كان سعر السمك يعني مثل ما تعرفون قبل 7 أو 8 آلاف دينار، من صارت هاي المزارع مالتنا صار سعر السمك ب 3 آلاف و 4 آلاف دينار، فيعني المواطن يقدر يشتري. بالنسبة هسه من مات السمك مالتنا بعد ما راح يقدر يشتري، راح يوصل السعر 10 آلاف و 8 آلاف دينار. احنا نطالب الدولة بتعويض كافة المزارعين سواء مجاز أو غير مجاز حتى يقدر ينتج السمك مال تبعه. يعني هو بالنسبة لنا احنا تضررنا مثل ما شوف يعني ضرر كبير. يعني قال نواب وأعضاء في الحكومة المحلية في نينوى ومواطنون أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل لم تراعي استحقاقات المحافظة، وأن النسبة المقررة لها تقدر ب1%، لا تكفي لثاني أكبر محافظة بالعراق، مطالبين بتعديل الموازنة وزيادة التخصيصات إنصافا لها باعتبارها محافظة مدمرة ومنكوبة. 143 مليار دينار، أي 1%، هي حصة محافظة نينوى في مسودة موازنة عام 2019 لتقبعة في التسلسل الأخير في قائمة المحافظات العراقية، الأمر الذي أثار موجة رفض وغضب لدى الشارع الموصلي الذي دعا لإعادة النظر فيها. اعتبر أنه مدينة الموصل انظلمت، إحنا بعد ما عانينا من زمن 13 سنوات من دمار وخراب أنه تقر الموازنة بعد ما كانت 11% صارت 1%، هذا ظلم. مجلس محافظة نينوى وعلى لسان رئيسه سيدو تشتو وصف مشروع القانون بالتهميش المتعمد للمحافظة مقارنة بحجم كثافتها السكانية كثاني أكبر محافظة في البلاد. نستطيع أن نقول تهميش محافظة نينوى التي تعتبر ثاني أكبر محافظة على مستوى العراق من خلال موازنة 2019، وطالبنا بشكل تحريري أيضا. نواب نينوى كشفوا عن وجود اتفاق مبدئي في إعادة المسودة إلى مجلس الوزراء بغية تعديلها، ملوحين بالتصعيد إذا تم تمريرها دون تعديل. مبدئيا بإعادة هذه المسودة إلى الحكومة لغرض تعديلها. طبعا نحن كنواب عن محافظة نينوى يكون لنا وقفة جادة مع هذه الموازنة، مع غبن الذي وقع على محافظة نينوى ليس المرة الأولى. حصول محافظات آمنة كسليمانية وأربيل ودهوك على النسب الأعلى من النفقات بين المحافظات في المسودة المطروحة أمام مجلس النواب أثار تساؤلات عدة لدى مراقبين. حقيقة هذه الموازنة أثارت تساؤلات كبيرة بتوزيع النسب، هذا التوزيع هو مجحف في حق أبناء مدينة الموصل. محافظات الإقليم تأخذ أعلى نسبة وهي مستقرة، أما المحافظات المنكوبة الخارجة من الحرب فتأخذ نسب متدنية. سنوات عدة ولم تحظى نينوى بموازنة تسد عجزها، وموازنة العام المقبل أكثرها عجافا، فهل للرأي الموصلي إرادة بتعديلها أم ستمرر دون حدوث أي متغيرات؟ من الموصل هيثم أحمد، الحرة. باع البنك المركزي العراقي أكثر من 150 مليون دولار في مزاد بيع العملات الأجنبية اليوم، وأوضح البنك أن إجمالي البيع لأغراض تعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ أكثر من 125 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي البيع النقدي حوالي 24 مليون و700 ألف دولار، وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي بسعر 1190 دينارا لكل دولار. أعلن المسؤول في الخارجية الأمريكية براين هوك عن أن واشنطن ستسمح للعراق بالتعاون في مجال استيراد الطاقة الكهربائية من إيران استثناء من العقوبات الأمريكية. وقال هوك في مؤتمر صحفي أنه تم منح إعفاء للعراق لمسألة استيراد الطاقة الكهربائية مع إيران، حيث يعاني العراق حاليا من نقص في الطاقة مما يستوجب الاستعانة بآخرين لسد هذا النقص. وأكد هوك أن واشنطن ستواصل مناقشة العقوبات المتعلقة بإيران مع الحكومة العراقية حسب قوله. مسؤولو الجمارك في إقليم كردستان توقف استيراد وتصدير المشتقات النفطية بين الإقليم وإيران بعد ساعات من بدء تنفيذ العقوبات الجديدة من الولايات المتحدة. أضافوا أن العقوبات لم تؤثر على استيراد وتصدير المواد الغذائية وغيرها من التبادلات التجارية مع إيران والتي لم تنقطع، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي أوامر رسمية تنص على خلاف ذلك حتى الآن.
تسعى حكومة البصرة لطمأنة القنصليات والشركات الأجنبية بشأن استقرار الوضع الأمني إثر الأحداث التي شهدتها المحافظة. وبهذا الخصوص أجرت الحكومة لقاءات مع القنصلين الجديدين الروسي والكويتي، تركزت على تطوير قطاع الكهرباء والمياه وجلب الاستثمارات. على محورين عربي خليجي وآخر أجنبي، بحثت حكومة البصرة أهداف تطوير علاقاتها في مجالات التجارة والطاقة في لقاءين منفصلين مع القنصلين الجديدين الروسي والكويتي. الحوارات مع الكويتيين لم يعلن عن تفاصيلها، بينما مع الروس تركزت على إحياء محطات الكهرباء المتهالكة التي بنوها في العراق إبان الحقبة الماضية. هناك كثير من المصانع المشاريع اللي كانت مبنية بمساعدة الاتحاد السوفيتي سابقا، وفي كما فهم الموضوع كثير من هذه المشاريع القديمة تحتاج للصيانة ولتجديد يعني قدرتها. وطمأنت الحكومة هنا البعثات الدبلوماسية بأنها في مأمن من أي اعتداء، وعدت بتوفير الحماية للقنصليات العربية والأجنبية، بل وشددت على أن الخروقات التي حصلت لن تتكرر كونها تضر بسمعة العراق الدولية. وتأتي التطمينات عقب حرق القنصلية الإيرانية أثناء التظاهرات الماضية، إضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية بالصواريخ، وهذا ما دعا واشنطن لسحب موظفيها كإجراء مؤقت. تم التباحث لتأمين الحماية الكاملة لكل القنصليات. ممكن حصل عندنا خرق سابق مع القنصلية الإيرانية، إن شاء الله أنه هذا الخرق ما راح يتكرر ولا ممكن أن يتكرر، لأنه يؤثر على سمعة العراق الدولية. واستقبلت حكومة البصرة مؤخرا عددا من البعثات الدبلوماسية، ويتسعى لتوظيف الزيارات لخلق جسر للتواصل والاستفادة من خبرات بلدانها في حل مشاكل المحافظة وأزماتها، سيما ملف تلوث المياه. هناك العديد من الشركات جاءت مع هذه الزيارات وهذه السفارات، طبعا طرحوا العديد من المشاريع التي ممكن أن تحل مشكلة المياه وتنقية المياه في محافظة البصرة. وفي السياق الدبلوماسي أيضا، استأنفت القنصلية الإيرانية في البصرة منح سمات الدخول للعراقيين بعدما توقفت إثر حرقها خلال احتجاجات شهر أيلول الماضي. يمثل الانتعاش الاقتصادي أولوية لحكومة البصرة، لهذا تسعى إلى تفعيل الاقتصادية الدبلوماسية عبر القنصليات الأجنبية والعربية المتواجدة هنا. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة. مشاهدينا، فاصل أخير نتابع بعده ما تبقى من هذه النشرة. أخبار الرياضة بعد قليل. أهلا بكم إلى أخبار الرياضة مشاهدينا. تنطلق يوم غد الأربعاء مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم، ذلك بإقامة اللقاء الوحيد الذي يجمع فريقا الكهرباء والشرطة على ملعب التاجي. تتواصل مباريات الجولة يوم الخميس بإجراء مبارتين، الأولى في ملعب الشعب الدولي بين الزوراء وضيفه البحري، والثانية في البصرة بين نفط الجنوب والنجف. وتختتم الجولة يوم الجمعة بإجراء سبع مواجهات، أهمها لقاء القوة الجوية مع أربيل، والكرخ مع النفط، والميناء مع الطلبة، ويلعب الصناعات الكهربائية وفريق أمانة بغداد في ملعب التاجي. ولمتابعة آخر أخبار دوري الكرة الممتاز، ينضم إلينا مباشرة من أربيل مراسلنا عمار ساطع. عمار، مرحبا بك. عمار، ما هي أبرز مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم؟ أبرز مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة العراقي الممتاز سيشهدها ملعب الشعب، حيث مباراة فريق القوة الجوية متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة أمام فريق أربيل المتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية بعد عودته مجددا إلى المشاركة في الدوري الممتاز. عمار، هل سيتأثر جدول المباريات بسوء الأحوال الجوية، الأمطار؟ هل ستوقف بعض المواجهات؟ يبدو أننا خسرنا
خسرنا عمار. إذا مشاهدينا نعود إلى إكمال هذه النشرة، ويبدو أنه عاد إلينا عمار من جديد. عمار، ربما ستتأثر مباريات الجولة الجديدة لدوري الكرة الممتاز ببعض المتغيرات، خاصة أن هطول الأمطار أثر على الكثير من الملاعب، وكمية الأمطار التي هطلت في اليومين الماضيين ربما ستتأثر من خلالها الملاعب. أيضا أعتقد أنه هناك نوعا ما ملاعب إقليم كردستان أيضا ستتأثر في كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين. إذا التأجيل وارد؟ التأجيل ممكن أن يكون وارد، خاصة لو علمنا أنه أغلب الملاعب لم تتم عملية صيانتها بالشكل الذي يكون ملائم لهطول هذه الكميات من الأمطار في البلاد. طيب، ما هي حظوظ فريق أربيل في دوري الكرة هذه السنة؟ أعتقد فريق أربيل جدد صفوفه بالعديد من اللاعبين وضم مجموعة من اللاعبين المحترفين، وأيضا جلب مدرب شاب تمكن من أن يقف فريق اليوم في الموقع الثامن في ترتيب فرق الدوري، وتمكن من خلال الجولات الماضية من تحقيق مفاجآت عديدة، منها الفوز على فريق الطلبة في الدور الثاني، وكذلك فوزه على فريق الكهرباء في الجولة الرابعة. أعتقد أنه أيضا فريق أربيل من الفرق القادرة على العودة، خاصة أن يملك جمهور وقاعدة جماهيرية ممكن أن تكون تلعب دور مهم ومؤثر ورئيسي في قلب النتائج في المباريات التي تقام في ملعبه. مراسلنا عمار ساطع كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا لك عمار. في ختام الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، تصدر فريق قوة الجوية الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية، وترجع نفط ميسان إلى المركز الثاني ب 13 نقطة، ثم نفط الوسط ثالثا بفارق نقطة واحدة، وتتساوى أربعة أندية برصيد 11 نقطة في المركز من الرابع إلى السابع، هي النفط والشرطة والكرخ والزورة. نتابع. تراقص الجويون على وقع احتلالهم لصدارة دوري كرة القدم، كما احتلوا كأس الاتحاد الآسيوي طولا وعرضا لثلاث سنوات متتالية بعد فوزهم في ختام الجولة السادسة على الديوانية بهدفين. ما زال مبكر أنه نحكم على مستويات الدوري، لأنه هذا السادس أو سابع دور. نعم، صدر فريق القوة الجوية ويستحق، لأنه حقيقة ما فرط بأي نقطة، سواء مع الفرق اللي لعبوا إياها كانت قوية أو يعني بمستوى متواضع. الزوراء تراجع إلى المركز السابع بعيد تعادل مرير مع الكرخ بهدف واحد، والشرطة تقدم إلى المركز الخامس بفوز مريح على فريق الصناعات بثلاثية كهربائية. فريق الزوراء من الفرق الكبيرة واللي تحتاج اللي الجمهور يتابعها والفرق تهتم بها والفرق تلعب معها بحساسية عالية، الأمر اللي يخلي الفريق يتعرض لبعض النكسات. الطلبة واصل الصحوة باجتيازه حاجز النجف بهدف وحيد، بينما سجل النفط النتيجة الكبرى بهزيمته للميناء بأربعة أهداف مقابل هدفين. مستوياته متذبذبة، ولكن الدوري طويل، الدوري العراقي بمجال بعد الفرق اللي الأدوار اللي مضت تعادلت أو خسرت، محتمل يصحون مسيرتهم. مراكز القمة والذيل تشهدان في كل جولة صعودا ونزولا، طالما أن الفرق لم تعرف طعم الاستقرار حتى الآن. عدنان لفتة، الحرة. اتفقت الهيئة الإدارية لنادي النجف مبدئيا مع المدرب علي هادي لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل مظفر جبار. وأكد المدرب علي هادي هذا الاتفاق مع إدارة النادي، وقال أنه اختار الطاقم المساعد له والمؤلف من حمزة هادي مدربا مساعدا وبقاء إبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى. أضاف هادي بأن فريق النجف يتذيل الترتيب، وأن مهمته لانتشاله من ذيل القائمة ليست بالسهلة، ويتطلب الأمر إعادة الثقة للاعبين. يذكر أن فريق النجف سيخوض مباراته المقبلة في الدور أو في الدور السابع أمام فريق نفط الجنوب في البصرة.
ومشاهدينا، ضمن فقرة ارفع صوتك اليوم، طلاب مميزون في الموصل جماعتهم مدرسة الموهوبين الحكومية يدرسون البرمجة ويقيمون معرضا لهم. شباب وبنات من الموصل يعملون تطوعا من أجل مدينة أجمل بلا أثار داعش. نجملها أكثر ونصبغها. أكو تشجيع كبير من الناس إنه يعني يروحون يجون ويشجعونا، بارك الله بكم عاشت فيكم، فكلش حلو هذا الشيء، نحن كلش فخورين بهذا الشيء. وبإمكانكم مشاهدة هذه التقارير كاملة والمزيد من الموضوعات العراقية المكتوبة والمصورة على صفحة ارفع صوتك على الويب والفيسبوك وتويتر وانستغرام أيضا. معرض أعمال الخزف الذي يقيم في بغداد وحمل عنوان حكاية الطين ضم تجارب إبداعية لفنانين شباب حاولوا بث الروح من جديد في الفن أو في فن الخزف العراقي. شارك في المعرض تشكيليون عرب عرفانا منهم بريادة العراقيين في هذا الفن وتحولاته على مر السنوات الماضية. نتابع. أشكال وألوان مختلفة وتصاميم حديثة تحاول بث الروح من جديد في فن الخزف العراقي، وفنانون شباب ورواد طرحوا تجاربهم الإبداعية لتقديم أعمال فنية تبهر الحاضرين. هذا ما احتواه المعرض الذي حمل عنوان حكاية الطين واحتضنته جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ببغداد. كل واحد قدم تجربته الخاصة وكانت تجارب جميلة وناجحة من صغار الخزافين إلى كبارهم، كبارهم كانوا يتباهون بطلابهم وطلابهم يتباهون بأساتذتهم. المعرض جذب العديد من صناع الجمال من تشكيليين عرب شاركوا بنتاجاتهم عرفانا منهم بريادة فن الخزف العراقي وتحولاته الإبداعية والتجديدية على مر السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنهم تعلموا أبجديات هذا الفن من العراق. الخزف العراقي هو دائما بتشوف فيه قفزات جديدة، أساليب جديدة، تقنيات جديدة، لأن دائما عودنا العراق على النهضة، على الديمومة، على الاستمرار. ما يميز هذا المعرض ليس فقط تنوع المشاركات وعرض أعمال لفنانين راحلين كي تعم الفائدة، بل المزاوجة بين الألوان ومحاولة تقديم أعمال تبتعد عن النمطية والمألوف بحسب حاضرين. تمثل جزء من هذه الأعمال خرق وللنسق السائد في الخزف العراقي، حيث خرج من النسق التقليدي إلى النسق الذي لا يرتهن إلى فعل الخامة وتقنياتها، بل يرتهن إلى فعل الشكل والأفكار المحملة به. عمل أحلى من عمل ديسور، ومشاركة طبعا الفنانين العرب السنة، دا أشوف أعمال ما شاء الله جميلة جدا. أعمال فنية تنوعت أشكالها واختلفت أبعادها الجمالية والفكرية، ما دفع الحاضرين إلى المطالبة باستمرار مثل هكذا معارض وعدم اختصارها على معرضين في السنة الواحدة. حكاية الطين معرض فني حاول أن يؤكد على ريادة العراقيين في الخزف على المستوى العربي وتقديم أعمال تتميز بالابتكار والتجدد. موفق مجيد، الحرة، بغداد. مشاهدينا، في نهاية النشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس النواب يستهل أعماله بمناقشة قانون الموازنة الاتحادية، وملف إكمال تشكيلة الحكومة يغيب عن جدول أعماله. بغياب رئيسي كتلتي الاتحاد الوطني والجيل الجديد، برلمان إقليم كردستان يعقد أولى جلساته، والخلافات تعطل انتخاب رئيس له. والمحافظات المتضررة من الأمطار الغزيرة تطلب دعم حكومة المركز، والسيولة القادمة من إيران تحاصر عدة قرى شرق ديالى. مشاهدينا، النشرة انتهت. تابعوا المزيد من أخبار العراق على فيسبوك، تويتر ويوتيوب وموقع الحرة على الإنترنت. تابعونا في نشراتنا اللاحقة مع زملائي محمد علي الحيدري وزينة الألوسي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.